موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ليستخرج منهم أنواع العبودية، يبتليهم بالشدة ليستخرج الصبر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه وطلب الحماية والمعافاة وطلب هداية الصراط المستقيم فيما يواجهونه من فتن تواجههم وكرب يصيبهم. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بذلك فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أعظم أنواع العبودية عند الابتلاء الدعاء والتضرع والافتقار إلى الله عز وجل وحده، فيأتي الفرج حسب درجة الافتقار والإخلاص وشدة اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد البلاء بالإنسان كلما زاد انكساره لله سبحانه، فكان ذلك أقرب إلى إجابة دعوته. ولقد جعل الله عز وجل أنبياءه ورسله الأسوة الحسنة في ذلك، كما قال الله عز وجل للمؤمنين في قصة غزوة الأحزاب وما أصابهم فيها من شدة وكرب، زلزلت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنونا، قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجعل الله لنا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى الشيء الكثير. قال الله عز وجل: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. خرج موسى صلى الله عليه وسلم خائفا ولم يكن أعد عدة السفر، فما وصل مدين إلا جائعا، لأنه بقي له أياما كثيرة لا يأكل إلا ورق الشجر ولا يشرب إلا مياه البرك أو بعض الآبار الباقية في هذه الصحراء الموحشة في ذلك الوقت. ثم إنه لأنه جبل على الإحسان ورعاية الضعيف وحسن معاملته، بادر إلى أن سقى للمرأتين دون أجر، ثم توسل إلى الله عز وجل بفقره ذاكرا حاله دون أن يذكر طلبه، لأن طلبه متضمن في هذا الدعاء العظيم: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
فكان دليلا لنا على كيفية طلب التفريج وطلب قضاء الحاجات الدنيوية أن يكون إجمالا لا تفصيلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا يشرع للمرء أن يقول: اللهم ارزقني مالا كثيرا وعملا حسنا يدر علي ربحا وامرأة جميلة زوجة صالحة مثلا، وإنما يسأل ذلك ضمن سؤال عام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. فليس معناه أن يقول في سجوده مثلا: اللهم أصلح لي شسع نعلي، وإنما يقصده ضمن دعاء عام: اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، ونحو ذلك من الأدعية النبوية والقرآنية والنبوية التي تدلنا على أفضل الدعاء وأحسنه وأجمله. ويكون هذا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا طلبا جميلا، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ولربما كان طلب الإنسان لحاجة دنيوية سببا لفتنته وهو لا يدري. فهذا الدعاء العظيم الذي كان موسى مفتقرا إلى الله فيه متضرعا، كان في حاجات كثيرة، في حاجة إلى الأمن، وفي حاجة إلى الطعام، وفي حاجة إلى المأوى، وفي حاجة إلى الزواج وإلى العفة به، وفي حاجة إلى العمل، كما يوجد في مرحلة الشباب كثير من هذه الطلبات. فأجمل موسى في ذلك فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولم يطلب جزاء من نفسه، وإنما جاءه الفرج من الله بعد هذا الدعاء العظيم. جاءه كل ما يحتاج إليه في ساعة أو نحوها، وذاك من فضل الله لمن لجأ إليه وصبر على ما أصابه واحتسب عند الله ما يصيبه وأخلص لله في دعائه ولم يدع غيره ولم يلتجئ إلى التوسل بغير صفات الله سبحانه وتعالى وفعل العبد، فتوسل إلى الله بربوبيته وتوسل بافتقاره إلى الله عز وجل. وهذا عمل صالح، يتوسل بذكره في الدعاء، وهذا أمر عظيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتوسلوا إلى الله بالربوبية مرات عديدة، ثم ذكروا إيمانهم، فإن الإيمان أعظم ما يتوسل به إلى الله. وهكذا تجد في الفاتحة التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، في بذكر خمسة أسماء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى: مالك يوم الدين. ثم التوسل إلى الله بالعمل الصالح: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم طلب أعظم المهمات التي
لا بد أن تشغل الإنسان قبل أي شيء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فوقع التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم بذكر العمل الصالح، ثم بذكر الطلب، والذي ينبغي أن يكون طلبا، الذي يصرح بطلبه هو الطلب الأخروي الديني، بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وهكذا. وأما حاجتك الدنيوية فأجملها ضمن ما يكون من حسنة الدنيا ومن الخير ومن الافتقار إلى الله. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكان في هذا من الآداب والأحكام ما يحتاج إليه المؤمنون. أرسل الرجل واحدة من بناته لأنه لا حاجة إلى الأخرى، وإنما كان يرسلهما معا يوم سوق الغنم وسقسق سقياها، لأنه يحتاج إلى مجهود مضاعف في كف الأغنام ثم سقيها. وهذا يدل على أن خطاب المرأة الأجنبية للرجل بما فيه الحاجة بالكلام المعروف دون خضوع بالقول لا بأس به إلا إذا خشيت الفتنة. قال عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكلمته بالكلام المعروف دون أن تتعرف على اسمه ولا على قصته، ليست مهمتها، مهمتها أن تبلغه طلب أبيها. وتأمل في أن الله عز وجل لم يذكر من صفات هذه المرأة إلا الحياء، لم يذكر اسمها، ولذا لم يرد في حديث صحيح اسم هذه المرأة وهذه الفتاة، ولكن هي بنت هذا الرجل الصالح، وهي إما زوجة موسى في المستقبل أو أختها، وكلتاهما من إماء الله الصالحات. لم يذكر سبحانه وتعالى إلا صفة الحياء، لم يذكر ملابسها، ولم يذكر شكلها، ولم يذكر سنها، ولم يذكر أي شيء مما يسأل عنه الأزواج في هذا الزمان، يسألون حتى عن لون العيون وصفة الشعر والطول والوزن، وكل ذلك يظنون أنه يجلب السعادة، وهو بعد قليل يصبح عادة فلا يجد فيها السعادة. وكم من إنسان بحث عن الدين فوجد، فلما حصل عليه في امرأته مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فجمع الله له سعادة الدنيا وجعلها سببا لسعادة الآخرة. ولذلك ابحث عن الحياء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ذهبت قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة، ليست بجريئة من النساء. ودل ذلك، وهو إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه في هذه الآية الكريمة، أتت أو جاءت قائلة بثوبها على وجهها. فالنقاب وستر الوجه إذن من الحياء، وهذا أكمل للمرأة، حتى لو لم تجد إلا أن تغطي وجهها بجزء من ثوبها لكي لا يرى الناس وجهها. وهذا صفة حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند طائفة من العلماء كبيرة هي صفة حجاب المرأة المسلمة عموما
على سبيل الوجوب، ومنهم من يقول ذلك مستحب، وعلى أي حال فهو من صفة الحياء. ومن حيائها أنها لم تتكلم إلا قدر الحاجة دون خضوع بالقول، مصداق ما قال، مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه صفات المرأة المسلمة، وخاطبهم ربنا عز وجل لأنهن القدوة، خاطبهن الله عز وجل لأنهن القدوة، تقتدي بهن كل نساء الأمة. قال عمر: ليست بسلفع من النساء، ليست بجريئة، فينبغي أن تكون المرأة رغم أنها ربما تخرج يوميا أو يوما بعد يوم حسب حاجة الغنم في السقيا، والأغلب أنها كل يوم، فهذا رغم خروجها كذلك، إلا أنها لم تتجرأ في كلامها مع الرجال. وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة، ألا تخاطب الرجال بجرأة، بل بقدر الحاجة فقط، ودون خضوع بالقول، بطريقة ليس فيها زيادة على المطلوب. وينبغي على الرجال أن يعينوا النساء على ذلك، فلا يفتحون معهن كلاما لا فائدة فيه، أو أنواعا من المزاح لا ينبغي أن يوجد بين رجل وامرأة. وإن كان العمل يقتضي نوعا من الاختلاط والكلام، فكما ذكرنا على قدر الحاجة، مع البعد عن التزاحم في أماكن تواجد الرجال والنساء معا، وهذا عند البئر التي يسقون منها. فكفكفت الفتاتان غنمهما حتى لا يختلطا بأغنام الناس، فيضطرا إلى جمعها وسط الرجال، وكذلك أخر السقيا رغم الحظ من الماء في البداية فيكون أكثر، ومع ذلك قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فهذا الحياء الذي أصبح خلقا نادرا إلا من رحم الله عز وجل. وهذه الطريقة في خطاب الرجال للنساء والنساء للرجال على قدر الحاجة دون زيادة، جعلت كثيرا من العلماء يقولون: إذا كانت الحاجة تنقضي في كلمتين فالثالثة ليست من المعروف، فالمعروف على قدر الحاجة وبالطريقة الصحيحة التي لا يحصل فيها فتنة. فانظروا إلى هذا وقارنوا بينه وبين من يفتي بالباطل ويكذب على الله، فيقول لمن سأله: هل يجوز أن أقول لزميلتي وحشتيني بحبك؟ فيقول: ليس في ذلك بأس، إذا كان مع العفاف، وأي عفاف في هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، يعني اللمس، وهذا في رواية، واليد والرجل تزني وزناها المشي، وهو أجاز كل هذا إلا القبلة. ثم يزعم بعد ذلك أن هذا من العفاف، والله إن هذا لمن تدمير الشباب، وإن تقليل حياء الفتيات حتى يصل الأمر إلى أن تتعرى أمام الرجال الأجانب، ربما لا يستر الثوب شيئا من جسدها إلا قطعتين. ووصل هذا الحال على شواطئ البحار، خصوصا في السواحل الشريرة كلها، فإن هذه السواحل لا تكاد تخلو من ذلك، من تلك المناظر الفظيعة، والتي لا بد
وأن ينجو الإنسان بنفسه عنها، ولا يقدم شيئا من الدنيا على حفظ دينه وأهله، خصوصا إذا كان ذلك يؤدي إلى المقارنة. وأما ما في الشوارع ولو كان بعيدا عن الشواطئ، إلا أنه أيضا يوجد الكثير من كشف الشعور ولبس الثياب الضيقة التي تفصل أو العورات، حتى العورة المغلظة أحيانا بل كثيرا، وكذلك الثياب الممزقة التي تظهر أجزاء من الفخذ الذي هو عورة باتفاق العلماء على المحارم وعلى النساء، فتخرج الفتاة بذلك الثوب الضيق المقطع حتى تظهر هذه الأجزاء من عورتها، نسأل الله العافية. وأما أهل الغرب فقد وصلوا في انعدام الحياء إلى مراتب فظيعة، فجعلوا شواطئ للعراة، ويحكى أنها موجودة في بعض الأماكن، وإن لم نطلع على ذلك، ونسأل الله أن يعيذ المسلمين من ذلك. وعندهم مباشرة الرجل للمرأة في الطريق والتعري التام كما ولدتهم أمهاتهم شيء يوقف الناس ليأخذوا صورة لهذا المنظر، ولا اعتراض بعد ذلك. ونعوذ بالله من انتكاس الفطرة، فإن هذا مؤذن بخراب البلاد. وما الضيق الذي يصيبنا إلا بذلك وأمثاله من أنواع الفسوق، فإن التبرج من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ونسأل الله أن يعيذنا من هذه الأحوال. فالحياء الحياء يا نساء المؤمنات، والحياء الحياة أيها المربون في بناتكم وأخواتكم ومن لكم علي وزوجاتكم وكل وعلى كل من لكم عليهن سلطان. نسأل الله أن يرزقنا الحياء، فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير كله. قال الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. نرى في هذه الآية الكريمة من الفوائد من الصفات الصالحة الحسنة الجميلة في الإنسان أنه يرد الجميل ويسعى رغم ويسعى إلى مكافأة من أسدى إليه معروفا، وإن لم يكن قد اتفق معه على إجارة في هذا العمل. وإنما المقصود بالأجر في هذا الموضع أنه يجزيه بالإحسان إحسانا، فكن دائما اليد العليا ولا تكن اليد السفلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة أو الآخذة، فكن دائما مبادرا بالعطاء، وإذا أعطيت من غير مسألة وإشراف نفس فخذه فتموله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أعطاه شيئا من العطاء، فقال عمر: أعطه من هو أفقر مني. فقال: ما جاءك من غير استشراف نفس، من غير مسألة ولا استشراف نفس، فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا أمر يحتاج إلى ضبط ما في داخل الإنسان. هل أنت مستشرف للعطاء؟ هل أنت منتظر له؟ أم أنه أتاك من غير سؤال؟ وأما كثرة سؤال الناس فإن ذلك يؤدي إلى أن يأتي يوم القيامة
وليس في وجهه مزعة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي كجمجمة. نعوذ بالله من هذا المنظر الفظيع، نسأل الله العافية. فهذا حال السائل ما لا حاجة له وما لا حق له في سؤاله. واعلموا أن التوسع في المعيشة حتى يضطر الإنسان من السؤال هو سؤال بغير حاجة، لأن الحاجة قدر ما يقتات. فأما إذا زاد الأمر على ذلك، فأما إذا زاد فهو سؤال من أجل التحسينات، وهذا غير مشروع. يشرع للإنسان أن يطلب ضروراته وحاجاته، وأما التحسينات وما أكثر ما يحدث من ذلك في أمر الزواج، حين تكون التحسينات بمنزلة الضرورات ويقلب البيت غما إذا أتي بشيء دون شيء، أو لم يؤتى بكثير من النجف والستائر وتعداد الثياب والمستعملات في البيت، ولا بد أن تكون مثل فلانة وفلانة. هذا الذي يشقي الناس مد العينين إلى ما متع الله به أزواجا منهم، المقارنة. قال سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الرجل علم بناته أهمية مكافأة الإحسان، فأخرجها لكي تستدعي هذا الرجل المحسن لكي يكافئه على إحسانه. وهذا يدل على أن هذه حاجة معتبرة، أن تخرج المرأة من بيتها وهي ليست بسلفع، ليست بجريئة ولاجة خراجة، أي داخلة خارجة داخلة خارجة، ليست كذلك، ومع ذلك خرجت لهذه الحاجة. فدل ذلك على أهمية هذا الخلق، المكافأة على الإحسان والمكافأة على المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام أحسن إليه فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فهذه الطريقة هي خلق الصالحين، وبدأ هنا توافق الأرواح في يسر وسهولة. عندما سمع موسى هذا الكلام عرف صفة هذه العائلة الكريمة التي لا تقبل العطاء دون رد، وإنما تقبله وتسعى في الرد. ويذكر في عند المفسرين أن من الحياء الذي تميزت به الفتاة والذي حرص عليه موسى أن لا ينظر إليها حتى مع نقابها أو حتى مع ستر وجهها وسائر بدنها، أنه قال: سأمشي أمامك وإذا رأيت الطريق يعني يدخل في طريق آخر فارمي لي بحجر. ففعلت ذلك، فعرفت بذلك أمانته، وقد رأت قبل ذلك قوته في سقيا الغنم. فكان ذلك تعرف على الصفات بالأسباب الظاهرة في وقت وجيز، ولذلك كان ذلك مقدمة لزواج إحدى الفتاتين من موسى صلى الله عليه وسلم في جلسة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.